Le stand-up comedy مع إماد. أي سيدي مرحبا بكم. فما سؤال نسأل الروحي بريس كل يوم، علاش من بين 10 مليارات بشر أنا جيت في تونس؟ علاش مانيش في السويد، النرويج، أمريكا؟ هو راهو لما حالة ما فماش خير من تونس، ومن اللي احنا صغار يقريو فينا اللي تونس في طريق النمو. 30 سنة ولتو وصلنا للنمو، دي النمو بيدو كان جاي يعرف اللي انا حاسه توا، دي راهو قرب وقسم معنا اثنين. لا عاد وفما حاجة أخرى، هيك اللي في الجغرافيا، تونس ذات موقع استراتيجي هام. دي سويسرا وبلاد الفلوس ما قالتش موقع استراتيجي هام، دايرة بيها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وإحنا البحر الأبيض المتوسط وليبيا، تو معقول؟ ولا اليابان قال لك حولت البلاستيك لطاقة كهربائية، إيه أحلى نطيروا بيهم ألف مرة، دي إحنا حاوية متاع سلاح، في رمشتين رجعناها لعب. وقال لك في اليابان زاد عملوا لها من الواي فاي حاشاكم في بوبيل الزبلة، دي إحنا في تونس الواي فاي متاعنا الزبلة بيدا. بلا شوفوا هذية في العالم الكل، تقول له خويا وين تسكن؟ يقول لك في شارع الحدائق، الشقة قاعدة الدربعة سهلة. إحنا تقول له خويا وين تسكن؟ شفتوا انت جاي من ناج السلام يدور على كوشة اللص، الزنقة الأولى لا، الثانية تو تلقى دار فيها خمسة بالحنة وباب أحمر، يراوجك جملة. وفرنسا عندها برج إيفل، التوريفيل عملوا بيه القهر، احنا برج الخضرة، برج الرومي، برج السدرية، برج الدلاع، ولا حياة لمن تنادي. أي من الأخر احنا في تونس عنا حاجة واحدة مقاومة وشدة ثنيتها، ايه واد مجردة والسلام وشاية طيبة. Le stand-up comedy مع إماد.